مساء الخير يا كابتن. اهلا كابتن محمد، ازيك؟ تحياتي وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن فوزي سكوتي. يا تسلمني على كابتن عبد كابتن ماهر الرحمن. جدا وكابتن فوزي. يا عبد اهلا الرحمن، وسهلا. ارد لك معلش الماتش اللي فات. انت ربنا بتلعب الاهلي يخليك بقى يا رب. معلش. لا طبعا الاهلي يعني نادينا، يعني اللي احنا نفسنا اي لعيب يرجع تاني لبيته. لكن الشوط الاولاني يا عبد الرحمن كان شوط كويس للداخليه بصراحه، يعني كان واضح قوي والله ان في يا تمركز، وكان واضح قوي ان كنتوا عندكم اصرار ان كنتوا تعملوا حاجه في مباراه الاهلي. بص حضرتك يا كابتن، احنا الاهلي اي فرقه في مصر هتلعب ضده لازم تدافع كويس وتقفل المساحات، لان هم يعني عندهم امكانيات وعندهم لعيبه بتعرف تصنع الفرق في اي وقت، فكان لازم نقفل عليهم وكان لازم، بس طبعا يعني الاهلي عنده بدل الحل 10 يعني. طيب كابتن عبد الرحمن، كابتن علاء عبد العال غير من الاسلوب الدفاعي، يمكن لعب بخمس مدافعين في لقاء الاهلي، هل ده متبع مع الكابتن علاء عبد العال في المباريات ولا ماتش الاهلي فقط اللي تم التغيير؟ لا، في فرق بتبقى كابتن علاء بيبقى عنده الرغبه في ان هو يلعب بخمس مدافعين من ضمنهم الاهلي، نعم، وبرده كان لعب ضد الزمالك برده قبل كده بخمسه، وفي كذا ماتش يعني هو على حسب رؤيه الجهاز الفني برده معاه، فمش يعني مش الاهلي بس، احنا لعبنا كتير خمسه قبل كده يعني. طيب كان ليكم انفراد لناصر منسي، هل اثر في معنوياتكم اضاعه هذه الفرصه؟ كان هيفرق كتير، هو ما كانش، كان لاحمد مصطفى نعم، ما كانش الناصر، ما كانش ناصر، كان ناصر يمكن اللي عملها له؟ ناصر اللي عملها له بالظبط. نعم. لا كان هيفرق كتير في الماتش، كان هيفرق كتير بصراحه، يعني لو كنا جبنا جون وقفلنا كويس ودافعنا كان ممكن يعني الاهلي كان يبقى صعب ان هو يكسب الماتش. طيب انا عايز اسالك، الكره دي قلبت الماتش، اتردت جون على طول. انطباعك عن النادي الاهلي، هل حاسس ان في لعيب معين هو اللي بيحرك الفرقه ولا طريقه لعب النادي الاهلي بالنسبه لكم كفريق منافس، فريق محترم زي فريق الداخليه، كان ازاي؟ لا والله هو الاهلي ليه سيستم معين في اللعب، واي لعيب بيجي النادي الاهلي بيلعب بنفس السيستم وبنفس النسق، فالفكره في ان لو هم يعني اللعيبه ما اشتغلتش جماعي، عندهم القدرات الفرديه ان هم يصنعوا الفرق في اي وقت. نعم. يعني لو ما قدروش ان هم يلعبوا لعب جماعي، عندهم جونيور اجاي كان ممكن يصنع الفرق في اي وقت، عبد الله السعيد لما بيبقى موجود طبعا بيصنع الفرق في اي وقت، يعني في اسامي كتير بصراحه يعني بتقدر تصنع الفرق في اي وقت. طيب بالنسبه لموقفكم، كنتوا المركز ال 13 وعندكم اعتقد 30 نقطه، والماتش الجاي امام الانتاج، هل حاسين ان انتوا يعني بنسبه كبيره موجودين في الدوري ولا لسه محتاجين ان انتوا تحسموا الامور؟ لا والله هو الدوري مش مضمون يعني، لازم برضو اي ماتش نلعب على المكسب ونحاول نكسب على قد ما نقدر نرتاح بدري، عشان مثلا ما يحصلش مشكله ونستنى لاخر ماتشات زي السنه اللي فاتت ما حصل يعني. طيب انا عايز اسالك على المحترفين عندكم، لانون ده جنسيته يا كابتن عبد الرحمن؟ جولينون ده برازيلي، ده جنسيته برازيلي. طيب هو سيدريك، وسيدريك موندومو ده كان بيلعب في فريق مونانا صح؟ وسعيد سامبوري، سعيد سامبوري من بوركينا. طب احنا ممكن ناخد معلومات من سيدريك عن مونانا ولا مش ممكن؟ لا هو سيدريك حاليا مش يعني مش جنبي. يعني لا انا كنت بقول لك كده بهرج معاك، يعني هل اتكلم معاكوا على ان الفرقه ديت فرقه لا قويه، فرقه هم ما اتكلمش معاكوا على الافارقه يعني من الصعب ان هم يتكلموا، هم محترفين وبروفيشنال زياده عن اللزوم يعني، هم مش بيتكلموا مع حد كتير. ما طيب كابتن فوزي عايز تقول له حاجه؟ عبد الرحمن بص، يعني انتوا يعني فرقه الداخليه كابتن علاء عامل فرقه كويسه قوي، يعني ما يعني الميزه اللي فيها ما فيهاش نجوم، يعني كلكم نجوم الفرقه، بس انتوا بقالكوا كام ماتش يا عبد الرحمن التوفيق مش معاكم، يعني ربنا مش موفقكم، ودي الاربع هزايم ورا بعض برضو تقيله عليكم يعني، فنتمنى ان الماتشات الجايه لان كلها بقت خلاص يعني انت داخلين على المطاف النهائي، فلازم تحققوا نتائج كويسه، ولازم اللعيبه تأدي اللي انا شفته قصاد النادي الاهلي، لو عملتوه قدام اي فرقه يعني مش عايز اقول لك نص او ثلاث ارباعه هتتفوقوا جامد جدا ان شاء الله يا عبد الرحمن. والله يا رب نأدي فعلا زي ما النادي، زي ما الاداء اللي قدناه قدام النادي الاهلي، هي الفكره ان انت بتبقى
اي لعيب في اي فرقه بيتمنى ان هو يؤدي قدام النادي الاهلي احسن اداء عنده، لان هو يبان كويس وان هو يبقى متشاف والماتش متشاف الناس كلها شايفاه، فدي حاجه كويسه. فان شاء الله احنا نعدي نفس الاداء ده ونقدر ان احنا نقعد بدري ونريح نفسنا وان شاء الله ربنا يعمل فيه خير يعني. كابتن باذن الله. كابتن عبد الرحمن السويسي لاعب فريق الداخليه، بشكرك شكرا جزيلا، واحد من اللاعبين المميزين الصراحه في فريق الداخليه ومن اللاعبين الذين يصنعون الفارق.